بداية هنطمن على حالة الجو النهاردة، واللي بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مع استمرار الارتفاع في نسبة الرطوبة. ومعانا على التليفون الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحليل بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك. صباح الخير استاذ نهى، اهلا بيك يا فندم. لو ممكن حضرتك تكلمنا عن توقعات الاسبوع اللي جاي ده واسبوع العيد بالدرجات الحراره، وهيشهد ارتفاع في درجات الحراره ولا الجو يعني يعتبر معتدل اليومين دول شويه فهيكمل كده، ولا في ارتفاع في درجات الحراره؟ يعني هو ايام الصيف الى حد كبير خصوصا شهر 7 الايام فيها بتبقى متشابهه بشكل كبير، استمرار ارتفاع نسب الرطوبه بالفعل بتتجاوز 80% وتصل الى 85% على القاهره ومحافظات الوجه البحري، بتسبب طبعا في تكون شبوره الصبح بدري، ولكن فور سطوع اشعه الشمس بتتلاشى هذه الشبوره تماما بعد الساعه 7 صباحا، بتبدا تتحسن الرؤيه على الطرق. مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبه ده بيزود احساسنا طبعا بارتفاع درجات الحراره سواء في فترات النهار او في فترات الليل، ولكن مع الارتفاع الشديد في نسب الرطوبه في فترات الليل بنلاقي في بعض النسمات من الرياح اللي بتقلل شويه من احساسنا بارتفاع نسب الرطوبه، بيكون في شويه هواء كده بيخلي الطقس الى حد ما معقول في فترات الليل خصوصا في الساعات المتاخره من الليل والساعات المنبه طبعا. طيب دكتور محمود، نصايحك للناس عامة اللي بيروحوا الشغل أو المصيفين اللي هم دلوقتي في الساحل وفي الإسكندرية، طبعا معروف هناك نسب الرطوبة عالية، ويعني نصايحك إيه عامة عشان التعرض بالشمس ما يبقاش مضر؟ طبعا بالنسبة للناس اللي بتروح شغلها وبتتحرك استمرار الصبح بدري أو الصبح على مدار اليوم، بقدر الإمكان ما نتعرضش لأشعة الشمس فترة طويلة، بنلبس غطاء واقي للرأس تحمينا من أشعة الشمس المباشرة، بنشرب ميه كتير على مدار اليوم، بنحاول دايما ما نحاولش نعطل، دايما كده من وقت للتاني نزود كميات الميه والسوائل اللي داخل جسمنا، ارتفاع نسب الرطوبه سواء في شواطئ البحر المتوسط او في البحر الاحمر بتخلينا نقول دايما نكون في المناطق القريبه من الشواطئ او المناطق القريبه من البحر بتكون الجو فيها افضل بكتير جدا. اكيد المناطق الداخليه بترتفع فيها نسب الرطوبه بشكل كبير، يعني نحاول دايما نخلي السكن بتاعنا قريب من الشاطئ، طالما رايحين فتره وراجعين نخلي السكن بتاعنا قريب من الشاطئ عشان ارتفاع نسب الرطوبه الشديد. اثناء برضو نزول الميه يفضل الفتره اللي هي ما بين الصبح قبل الظهر وبعد العصر. ده بالنسبه للمناطق الساحليه. طبعا ده بالنسبه للمناطق الساحليه. بالنسبه طبعا للي بيقعدوا على الشواطئ زي ما قلت لحضرتك، بلاش ننزل البحر في الفتره اللي بين الظهر والعصر دي. ارتفاع نسب الرطوبة دايما بيخلينا نقول بالليل ما نقعدش في أماكن مغلقة أو أماكن سيئة التهوية بقدر الإمكان، شباب الثانوية العامة ربنا يعينهم، إحنا بنقول لهم ما نحاولش نذاكر برضه في أماكن مقفولة، ما نحاولش نطلع نتناقش في الأسئلة تحت أشعة الشمس وما ناخدش بالنا عشان ما نصابش اضطرابات شمس. طيب حضرتك دكتور محمود، الطقس المتوقع في العيد؟ لا لسه العيد شويه، لسه الاسبوع الجاي منتصف الاسبوع القادم، فيعني مش عايزين نتسابق الاحداث، ولكن الاجواء هتكون متشابهه من حيث ارتفاع نسب الرطوبه مفيش كلام. طب والمحافظات القبليه بشكل عام اكيد بتشهد برضو ارتفاع في درجات الحراره اليومين دول؟ اكيد طبعا، كل ما نخش في المناطق الداخليه بترتفع درجه الحراره من 40 ل 43 درجه مئويه، ولكن هناك عامل اخر اللي هو نسبه الرطوبه اقل بكثير من سواحلنا الشماليه او من شمال البلاد طبعا، السواحل الشماليه الوجه البحري القاهره، ولكن شمال الصعيد احيانا بيمتد اليه تاثير هذه الرطوبه العاليه بتصل لغايه اسيوط كمان نسبه الرطوبه. شكرا ليك، شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين مدير إدارة التحليل بهيئة الأرصاد الجوية.